أمام بعض المساجد توجد أكشاك للبيع ويتم البيع وقت سماع نداء الجمعة، فهل هذا البيع حرام؟ عقد الصفقات عند النداء لصلاة الجمعة جاء فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جاء في تفسير القرطبي لهذه الآية أن البيع عند النداء لصلاة الجمعة حرام على من كان مخاطبا بفرض الجمعة، أما من لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء. ثم قال: وفي وقت التحريم قولان، الأول أنه من بعد الزوال إلى الفراغ من صلاة الجمعة، والثاني أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة كما قاله الشافعي. ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة ويفسخ عنده ما وقع من ذلك في البيع في ذلك الوقت، ويرى ابن العربي فسخ كل العقود، فكل أمر يشغل عن الجمعة حرام شرعا مفسوخ وذلك ردعا. وقال الشافعي: إن البيع في ذلك الوقت ليس بحرام لكنه مكروه، وهو ينعقد ولا يفسخ. ثم أنهى القرطبي ذلك بقوله: قلت والصحيح فساده وفسخه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا: يحرم البيع عند الأذان الواقع بعد الزوال إلى انتهاء الصلاة. وقال المالكية: إن العقد للبيع فاسد ويفسخ. وقال الحنابلة: لا ينعقد. فالخلاصة أن عقد الصفقات بعد أذان الجمعة حرام عند الجمهور، والمال خبيث ولا ينعقد عند بعضهم، وهو مكروه عند الشافعية وينعقد. والله أعلم.